بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نبدأ ب سكشن 2.3. طبعا السكشن برضو بسيط، بدنا نتعرف على مفهوم أو موديل اللي هو constant velocity particle under constant velocity، يعني نحكي عن particle بتتحرك في سرعة ثابتة. طبعا أمور بسيطة وراح تكون إيش، راح تكون واضحة جدا إن شاء الله. الآن بدنا نحكي عن الرسمة لparticle تتحرك ب constant velocity. أول إشي constant velocity يعني الفيلوسيتي راح تكون عند أي نقطة في كل وقت من حركة هاي البارتيكل راح تكون إيش، راح تكون ثابتة. هذا يعني إنه الأفريج فيلوسيتي راح تكون مساوية للإنستنتانيوس فيلوسيتي، حلو، لهاي النقطة. لأنه لو أخذت الميل بين أي نقطتين اللي هو الأفريج راح يعطيني إيش؟ راح يعطيني ميل الخط، وإذا اشتقيت هذا الخط المستقيم راح برضو راح يعطيني ميله، تمام؟ إذا اشتقيت هذا الخط المستقيم راح يعطيني الميل كناتج للاشتقاق. الآن في هذه الحالة نقدر نطبق هاي المعادلة اللي بتحكي لي إنه x final يساوي x initial زائد v x في t. هذا فقط لما تكون الفيلوسيتي ايش، الثابت. لما تكون متغيرة هذا ما بزبط الكلام، ما راح يزبط وراح تسبب مشاكل عندنا. فبصير عندي انه انا بقدر اطبق هاي. كيف وصلنا لهاي المعادلة؟ ببساطة دلتا x يساوي x final ناقص x initial على دلتا x على دلتا تي عفوا، ويساوي الفيلوسيتي في هاي الحالة. الآن إذا ضربنا ضرب تبادلي بعدين نقلنا الإكس إنيشال راح يعطينا هاي المعادلة. وبرضو النقطة الأكثر أهمية في هذا إنه إحنا بنتعامل مع موديل في الفيلوسيتي كونستانت. الآن بارتيكل أندر كونستانت سبيد، أمورها بسيطة ما في شيء جديد. شو ما كانت الديستنس اللي قطعتها راح نقسمها على إيش، على التي، وهذا يساوي السرعة في أي لحظة، وهي نفسها سرعة السرعة الأفرج اللي هي أفرج سبيد برضو لأنها دائما كونستانت. يعني مثلا مشت في مسار دائري، مشت في مسار لولبي، بغض النظر شو ما كانت المسافة نقسمها على التايم انترفل وراح تعطيني ايش، راح تعطيني السبيد. الان الاكسلريشن طبعا هو مفهوم جديد في مادتنا بس مش جديد علينا، احنا بنعرف شو هو الاكسلريشن او التسارع. طبعا راح نتعرف اول شيء على الافريج اكسلريشن، تمام، شبيه جدا بتعريف ايش، تعريف الأفريج فيلوسيتي، ولكن كل واحد بحسب التغيرات اللي بتأثر عليه أو حسب تعريفه. طبعا a particle is defined as the average acceleration of a particle is defined as the change in velocity divided by the change in time. Delta t اللي هي time interval which that change occurs. يعني بدنا نقسم ال change في velocity على ال change في time اللي هي time interval اللي بيصير فيها ال change في ال velocity. حلو، يعني قريب جدا من ال average velocity، ولكن إيش، ولكن التغيير هنا مش في ال position، هي فعليا في ال velocity. بدنا نروح نعرف برضو الانستنتانيوس اكسلريشن، برضو راح يكون مألوف لنا طريقة التعريف اللي هو limit لدلتا V على دلتا X
وهي مشتقة الـ V بالنسبة للـ T. برضو شيء مهم انه المشتقة هاي هي عبارة عن المشتقة الثانية، المشتقة الثانية لـ X على الـ T، المشتقة الثانية للـ X بالنسبة للـ T. يعني هاي برضو نقطة مهمة، هاي نفسها المشتقة الثانية للإكس بالنسبة للتي. طبعا هنا رسم بوضح لي انه انا في عندي نقطة اسمها تي نوت بتشتق عندها الكيرف تاع الفيلوسيتي والتايم، وراح يعطيني ايش، راح يعطيني السلوب للنقطة، المماس اللي عند هاي النقطة. طبعا في نقطة مهمة جدا بتأثر كثير على فهمنا لموضوع الاكسلريشن. هسا احنا في غالب الاحيان بناخد انه الاكسلريشن لما يكون نيجاتيف هذا يعني انه الجسم بيبطأ. ابدا، ممكن الاكسلريشن يكون نيجاتيف ومع ذلك الجسم يكون قاعد بتزيد سرعته. كيف؟ بدنا ناخد الفرض التالي، ناخذ الفرض التالي انه عندنا احنا بارتيكل. تمام، احنا زي ما حكينا الموجب افترضنا لليمين والسالب افترضنا لليسار. نحكي انه في عندي هاي البارتيكل تمشي لليمين، صار بيأثر عليها اكسلريشن لليسار اللي هو ايش، سالب. هذا الاكسلريشن عبارة عن سالب، حلو، هذا الاكسلريشن سالب. هاي البارتيكل فعليا مع الزمن، اذا قلنا انه هنا تايم، مع الزمن راح تقل سرعتها، صح؟ ولكن طلع بعد فترة بس تقل سرعتها لحد معين راح تنعكس. تمام، اول شيء راح توصل صفر، بعدين راح تنعكس السرعة وتبلش تتزايد. طيب خلينا ناخذ ايش، خلينا ناخذ بشكل اخر شوي. لو قلنا انه من البدايه هاي البارتيكل مثلا ثابته، او خلينا نحكي تتحرك بسرعه على اليسار، اذا تاثر عليها باكسلريشن لليسار اللي هو بين قوسين اكسلريشن سالب، مع الزمن البارتيكل راح تزيد سرعتها، راح تزيد سرعتها ولكن في اتجاه مختلف. هذه هي الفكرة. فمن نحطه في بالنا انه مش دايما الاكسلريشن السالب يعني تباطؤ، احيانا يعني تسارع ولكن في اتجاه مختلف. ويعطيكم الف عافية.